ليست لدينا أي إصابات، وكل من تم اختياره جاهز من أجل الذهاب والقتال في هذه المباراة المهمة أمام الجزائر. سنلعب ضد منتخب متأهل مسبقا، هذا لا يعني أن المواجهة ستكون سهلة. بالنسبة لنا مستعدون للقيام بأي شيء من أجل تحقيق النقاط. صحيح أن المنتخب عرف بعض التغييرات، لكننا سنعمل من أجل دعمهم في المجموعة وتوفير الجو الملائم من أجل التألق.